والمنظمة أما بموضوع السياحة الداخلية، وخاصة في فصل العطلة فصل الصيف اللي كل العائلات تطمح أنها تمشي للبحر وتعدي منها وقت. وهنا بطبيعة الحال عندنا أنواع من العائلات وحسب المقدرة وحسب الأذواق. هناك من عنده مقدرة يمشي للنزل، هناك منها يمشي معناها بعض الإقامات، وهناك اللي معناها يقصد البحر ينجم يحب معناها بأقل التكاليف ينجم يمشي للبحر ويمتع عائلته وأطفاله. للأسف أنه منذ معناها سنوات شفنا أنه هناك على معناها أماكن في البحر هذه على الشطوط، وناس نصبت رواحها ولا نوع من الحوز، وكل واحد معناها يطلب معناها مبالغ، والمبالغ هذه الحقيقة يعني متفاوتة لكن مرتفعة. شوفوا احنا مثلا كان ناخذوا سيدي علي المكي والرجال هذيك توصل حتى ل70 دينار، ثم معناها باراسول ب25 دينار وب30 دينار، الكرسي بحسابه، وضع السيارة كيف كيف، تلقى شكون منصب نفسه. هذا أمر معناها محير، خاصة بالنسبة للعائلات اللي هي تبحث على أنها تتفرهد بأقل ما يمكن من التكاليف، باعتبار أن الطاقة الشرائية بتاعها معناها محدودة. كنا مع وزارة السياحة تناولنا هذا الموضوع، وخاصة مع كل المتداخلين في المجال السياحي حول السياحة الداخلية. لاحظنا أن هناك شطط في بعض المناطق، يعني هناك استغلال لمعناها المستهلك بصفة عامة، ودعونا كمنظمة لأنه يقع في إطار هذا الاهتمام بالسياحة الداخلية يقع التفكير في تنظيم يعني هذه يعني هذا القطاع، هذا المتداخلين، ولما لا ربما معناه حتى توحيد أو وضع نوع من الجدول باش ما يقعش كل إنسان يطلب شنو الأموال اللي يطلبها شي حب. ثم كذلك لابد من التصدي لهذا من المنتصبين العشوائيين اللي هم نصب رواحهم يعني أصحاب ملكية على البحر عمومي، ولابد كذلك من أن الدولة تحمي هذه الفضاءات حتى تمكن العائلة التونسية من أنها تتمتع بالبحر وتترفه مثل بقية التوانسة.